من المؤامرة على الأسرة السعي للتطاول في المهور والتبذير والإنفاق الكبير في المناسبات الاجتماعية حتى يصعب الحلال وفي المقابل يسهل الحرام. فهذا مؤامرة على الأسرة في الواقع، وتسهيل للحرام وتصعيب للحلال، هذا لا خير فيه. أصحابه إخوان الشياطين، قال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. لا بد أن تتعاون المجتمعات المسلمة على تسهيل الحلال وتصعيب الحرام. وكذلك من هذه المؤامرات أيضا الإسراف. بعض الأسر يأتي إنسان مستور الحال أراد أن يستر نفسه فتزوج، لكنه يتحمل ديونا لا طاقة له بها ويفسد كل ما كان لديه من المال في السرف في أمور ما أوجبها الله ولا ندب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم وعليه السلام لابن عمه أبي الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، ولم يكن المهر سيارة لكزس ولا ذهبا ولا فضة ولا نقودا، إنما كان المهر في الأصل أن عليا كان له شارفان من الإبل أي ناقتان كبيرتان في السن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب بهما إلى الصحراء ويأتي بالإذخر النبات المعروف الإذخر فيبيعه السوق ويكون هذا المهر شيئا يسيرا. وذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشا وأطعمه أصحابه وجعل جلده فراشا لعلي وفاطمة، أعطاهما غرفة واحدة من حجراته. هذه الأمور ليس فيها تكلف ولا إشكال، هذه أبرك أسرة في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، منها خرجت ذرية النبي صلى الله عليه وسلم اليوم جميعا، ليس فيها تكلف ولا إشكال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليهما في غرفتهما وهما مضطجعان في فراشهما، فإذا أراد أن يقوم أشار إليهما بيده فيجلس بينهما ويسند ظهره إلى بطن فاطمة ويضع رجليه في بطن علي، قال علي: فأحس بردهما في ظهري. ويأكل عندهما ويواكلهما ويجالسهما. هذا المجتمع الصحيح، هل سمعتم قط في البشرية كلها من لدن آدم إلى نهايتها أكرم أو أحسن خلق أو أكثر مروءة من أو أكثر حياء من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن هذا فعله. فأي دعوة أن مقاطعة الأصهار من الحياء والاستحياء هذا كذب، لو كان كذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى به منا جميعا. فهو كل خير هو المستمد منه، كل خير مستمده رسول الله صلى الله عليه وسلم.